جيت عشان اشارك طبعا، واحنا كفنانين وكمصريين في الاخر لازم نشارك حدث كبير قوي، حدث تاريخي، شيء مهم لمصر بلدنا، لازم نكون كفنانين متواجدين في حاجه زي كده. بقول مبروك، بهني مصريين كلهم، بهني رئيسنا العظيم عبد الفتاح السيسي، بقول له سياده الرئيس الله يديك الصحه والعافيه ويوفقك، ان شاء الله تبقى حاجه يتكلم عنها العالم كله. عرفت انه المفروض ان هو ده تعليماته، انها ان المشروع يخلص في سنه، وده وقت قياسي قوي، وقت ضيق جدا، صعب على حاجه عظيمه زي دي، بس ان شاء الله ربنا يقويهم. كان فعلا المصريين بتوع المعجزات، المصريين هم خير اجداد الارض بالفعل، وان شاء الله ربنا يقويهم. سعيده بوجودي هنا، لاول مره باجي بشوف قناه السويس، شيء رائع ومشرف. مهم قوي ان احنا نعمل حاجه زي كده في الوقت ده اللي احنا فيه، وان شاء الله يا رب يبقى فيه مشاريع تانية احسن واحسن في مصر، ويا رب بلدنا نشوفها احسن بلد في العالم تحت مصر. اخيرا قولي لي احساسك وانتي، احنا قناه السويس القديمه قرينا عنها في التاريخ، بس دلوقتي احنا بنعاصر حفر قناه السويس، احساسك ايه وانتي احساس رائع في قناه السويس رائع اتنين. انتي يعني بتعاصري وقت من يعني هيتكتب في التاريخ، وقت حساس جدا، في وقت عصيب جدا مصر محتاجه فيه لمشروع عظيم زي ده، هيفرق كتير جدا مع المصريين، هيحسن من وضع البلد بشكل ملحوظ، وان شاء الله يا رب يقويهم، يقوي كل الناس القائمه القوات المسلحه، وكل الناس اللي بتشتغل في المشروع ده. انا شايفه عربيات، شايفين عربيات رايحه هناك، لو تقدر تعمل صورين، في عربيات بتنقل الرمله، بقالهم هم دلوقتي تقريبا 7 ايام بداوا يشتغلوا، درجه الحراره تقريبا 50، احنا تقريبا صبغنا شمس كلنا، بس شيء رائع، شيء مشرف للمصريين والمصر بصفه عامه. ويا رب يا رب الخير لكل بلدنا، كل الخير، والله يقوينا يا رب، الله يقوي رئيسنا، ونعمل حاجات حلوه دايما ان شاء الله. يا رب نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر تحيا مصر. الحقيقه يعني حاجه مثيره يعني للفخر، و يعني احنا بنعمل يعني عمل بيؤكد ان الدوله المصريه بخير، وانها واقفه على رجليها، وان هي تستطيع ان تنهض في اي وقت رغم كل التحديات ورغم كل الظروف. لن يوقفنا احد، مصر مش هيوقف احد، مصر كبيره برجالها وكبيره بسواعدها ومثقفيها وبشبابها. تعالي شوف الشباب زي الفل، درجه الحراره 40 او فوق ال 40، ونازلين جوه الجبل بيحفروا عشان تعرفوا الاراده المصريه. قناه السويس القديمه اتحفرت في 10 سنين لان اتحفرت بسواعد المصريين، اتحفرت بالفاس ودمهم. النهارده احنا بنحفر معدات، وفي سنه ان شاء الله هيبقى في ميه هنا، وبنقدم خدمه للعالم كله، وبنؤكد للعالم كله ان هي دي مصر اللي محدش يقدر يعني يقصوا عليها الا اذا كانت هي موافقه. احنا حفر قناه السويس القديمه سمعنا او قرينا عنها في كتب التاريخ، بس دلوقتي احنا بنعاصر، احنا محظوظين. انا بقول ان الجيل، الناس اللي عايشه محظوظين، والاجيال اللي موجوده محظوظه ان هي بتشوف ده بعينيها النهارده. ان شاء الله قريب قوي هنشوف الميه ماشيه ان شاء الله باذن الله. ونورتنا يا استاذ كمال، ربنا يخليك، اخبار اليوم، ويا رب في زيارات تانية كتيره مش هنسيب ان شاء الله. لا هنيجي، هنبقى معاهم ان شاء الله، هنيجي وكل الفنانين هنيجوا ان شاء الله. يعني احنا جاي منا جزء، وفي ناس جايه كتير. شعب مصر كله اللي مش قادر يجي هنا، انا بشكر كل عامل وكل شاب وكل واحد بيحفر وكل واحد بيشارك في هذا المشروع العملاق اللي ربنا كرمنا بيه مع هذا الرئيس المؤمن الوطني المحب لبلده ومحب لشعبه. يقعد بس لما رايح
الرئيس السيسي اعلن عن المشروع واحسسنا كده ان احنا هنحضر حفل قناة سويس تانية. انا صعب عليا لما بيقولوا 5 سنين وبعدين قال لهم لا، قالوا له 3 سنين، قال لهم لا سنه، وانا بشاهد عليكم شعب مصر خلال سنه لازم نيجي نشوف الدواخر وهي بتعبر. يعني يا رب نبقى على قد هذه المسؤوليه، ويا رب نقف معاه ونساعده علشان نحقق هذا الطموح الجميل العظيم. يا رب ان شاء الله ونكمل على خير ونيجي السنه الجايه فعلا واحنا والمدير بتاعنا. هنيجي طول السنه، كل اسبوع كل 10 ايام لازم نيجي مره واثنين. وبعد السنه هنيجي بقى ونشوفهم بتعدي ان شاء الله ونحتفل. كل مصر كلها تحتفل بهذا. مصر انت اغلى دره، فوق جبين الدهر حر، يا بلادي عيش حرة واسلمي رغم الأعادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. النهاردة احنا في موقع حفر قناة السويس الجديدة او التفريعة الجديدة من قناة السويس، ومجموعة كبيرة من الفنانين النهاردة جايين يزوروا زيارة ميدانية للموقع. كلمينا عن المشروع وفكرته وبدايته، انت حسيتي بايه اول ما الرئيس اعلن بالموضوع؟ يعني شيء جميل ومشروع عملاق، وربنا يا رب يتممه على خير وسلام وينصر بلدنا وينصر شعب مصر العظيم وينصر الرئيس اللي انقذ مصر ورجال الشرطه المحترمين ورجال مصر كلهم. يعني الناس بيفتحوا حياتهم علشان ينقذوا هذا البلد من الموقف اللي احنا كنا فيه على مدى 3 سنين. يعني مصر انا بعتبرها مرتضى وقربت تشفى ان شاء الله. تمام. الناس هنا في ناس ممكن تستصعب الزياره او تستصعب تيجي في الجو ده وصحراء واحنا في الصيف، انت ما فكرتيش قبل ما يكلموك يقول لك احنا رايحين زياره عملتي الصور اللي شفتها؟ بس جايه وانا فرحانه، انا جسمي اشعر اول ما نزلت الموقع حقيقي، لاني حسيت ان انا فعلا في وسط حاجه عظيمه قوي وحاجه رجعتنا لقناه السويس الاولانيه، اجدادنا اللي ماتوا. وشوفي كام الف واحد مات، 50,000 تقريبا ماتوا في حفر قناه السويس، 100,000 او 100,000، يعني عدد مهول. يعني الكلام ده شوفي امتى؟ ما كانش طبعا لا في تكنولوجيا ولا اي حاجه لسه الموجوده دلوقتي، لكن ان شاء الله ربنا يا رب كده ان شاء الله يديهم الصحه جميعا ويديهم القوه والنشاط ويحافظ عليهم رب القدره والعظمه سبحانه وتعالى، ويخلص المشروع ده على خير وسلام علشان نقول للعالم مصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا يا رب. احساس حلو قوي ان الواحد بيعيش تاني جو حفر قناه السويس. يعني احنا دي قناه تانيه، فاحنا كاننا موجودين في ايام القناه الاولى وهي بيتم حفرها. يعني حسيتي بايه؟ حسيتي الاحساس ده ان انت رجعتي لورا سنين طويله؟ يعني رجعت سنين طويله قوي، وبدوتنا بقول لك اللي ماتوا، يعني حسيت ان انا فعلا عشت الفتره دي ودلوقتي بعيشها دلوقتي. وانا مش مصدقه نفسي ان انا رجلي اول ما دخلت برجلي اليمين، عشان ربنا يخلص المشروع يا رب وينصرهم وينقذ البلد بهذا المشروع العظيم، وينصر كل الشعب المصري ورجال مصر والرئيس السيسي ان شاء الله. يا رب ربنا يحميه ويحفظه لهذا البلد لانه هو منقذ مصر. يا رب اللهم امين. بجانب طبعا الجيش وبجانب الرجال العظماء اللي حواليه وبجانب الشعب كمان اللي وقف جنبه. الشعب طبعا الشعب ده يعني شعب جميل وشعب عظيم وشعب يستحق التحيه والتقدير ويستحق ان احنا نحمي له القبعه. بنحفر لحد ما نجيب ميه. جبت ميه سيبها خلاص. طب اللي بيحفر ولقى فيه صخره عنده او ارض متحجره، مش طفله، لا ارض متحجره، تربه حجريه متحجره، يبلغ قائد القطاع بتاعه هيديله بالدوزر من عندنا يحرسها له بالمحراج. والله لا والله سعيد سعاده غير عاديه. طبعا وجود الانسان في بدايه مشروع زي ده، حفر المرحله الثانيه من قناه السويس، شيء مبدع، يعني شيء بديع. ان انا اشوف المصريين لاول مره في حياتي بيشتغلوا بالهمه وبالسرعه دي بشكل سريع، شايف تكاسل. يعني اللودر بيحفر وبيحط في النقل والنقل بتجري واللودر بيجري، وفي همه كده ونشاط غير عاديين ما شفتهمش في المصريين. اعتقد
دي الروح الجديده لمصر اللي ان شاء الله تستمر السنين اللي جايه لحد ما نبقى دوله عظيمه في وسط الدول ان شاء الله. احنا محظوظين ان احنا بنعيش حفل قناه السويس. طبعا احنا شفناش اللي كان في طبعا. حاسس بايه وانت يعني بعد سنه هيبقى فيه هنا ميه وكل كل ده مره والعالم هيستفيد منه؟ والله انا اتصورت يعني خليتهم يصوروا فيديو جنب الحفل عشان في يوم من الايام يبقى احفادي يقولوا ده جدنا كان هنا واقف مع سويسرا زي ما كنتش متخيل ان ربنا هيديني الامر واعيش نفس التجربه، اعيش نفس التجربه بايدين مصريه بافكار مصريه لا فيها ديليسيبس ولا فيها ملك ولا فيها سرايا، فيها ارض عربيه، في دوله، في ناس، في ناس مؤمنين بالفكره، في ناس بيطبقوها، انا واحد من الناس رغم سني الكبير ده انا عندي استعداد انزل اشتغل مع الناس دي وانسى فاس وقلق ومعطف زي ما كنت بشتغل زمان في منظمه الشباب واحنا بنعمل دوره في معسكرات العمل. نفسي ان في الفترات اللي ما فيهاش دراسه الدوله تنظم معسكرات عمل للشباب عشان يشاركوا ولو بقدر ضئيل جدا في حفل القناه دي عشان يحسوا بمسؤوليتهم تجاه المشروع اللي بيتعمل ده عشان يقدر يحافظ عليه ما يسمحش لحد انه يستغله او يفسده او يبوظه. ده جزء. الجزء الثاني زي ما كنت بقول من شويه انا سمعت ان هتطرح اسكو لمشروع قناه السويس الثانيه. انا شخصيا باول ما سمعت الحكايه دي قررت الا اقدم هدايا لاي حد في اي مناسبه الا اسكو هذه الاسكو. لو انا هجيب لحد هديه ب 100 جنيه بدل 100 جنيه اجيب له سهم بجيب له هديه ب 500 جنيه اجيب له خمس اسكو. وتبني ده وبدعوه في المهرجانات الجماهيريه على جميع جوائز المهرجانات المصريه اللي هي من اسهم قناه السويس الجديده. طبعا الاسهم لا تباع الا للمصريين تفضل القناه بتاعتنا احنا بس يبقى ليها ضوابط وليها اطر ماليه نقدر نتعامل من خلالها. نقابه الممثلين سمعت انها تعمل افواج متتاليه في الموقع اكتر من مره او على مدار السنه. هل اتكلمنا برضه عن الفكره دي والوجود كمان يعني ده مهم اكيد بيدعم الناس دي نفسيا ومعنويا؟ هو احنا كمجلس يعني بلا اتفاق مسبق يعني مقسمين نفسنا الى مجموعات. كل مجموعه بتيجي مع فريق زي النهارده مثلا موجود انا واشرف دولار موجودين لنقابه المجلس التمثيليه مع الفوج الفني معانا طبعا قبيل مسلمين زي الاستاذ احمد كبير ومعانا فنانين موجودين زي الاستاذ كمال ابو ريا ومحمد شعيب واخرين. ووعد انا شخصيا بعد اني شهريا هبقى موجود هنا